الله يسعد مساكم مسافرين الغالي. احنا عارفين هذا الشبكه الديب ولا بس حطيناه هنا وحطينا فيها التيس. ولا خش الديب تقريبا 4 ليالي، الليله الخامسه هذه العمال شافوه يقولون البارح الديب هجر. حاف الشبكه كنا ماشي ما دخل الشبكه العمال طيروه. حسب اراء متابعين قرب جاي. حاولنا نغطي نجيب الطريقه هذه، السعف حق النخل جبناه من هنا. غطينا الشبكه عشان الديب ما يشوف الشبكه. غطينا من فوق وغطينا مع الجوانب من هنا بس السعف حق النخل عشان زي ما قلنا الديب ما يشوف الشبك. وبرضه غطينا هذه من هنا، شفتوا هذه من هنا؟ برضه هذا المدخل هنا غطيناه وباقي في تعديلات بنسويها بسيطه دحين عليه زي كذا بنغطي عليه عشان لعله وعسى انه ما يشوف الشبك ويخش. برضه هذه اللي هنا حق هذه نفس اللي دوس عليها بنحط عليها من السعف النخل. نبي نجرب نشوف الليله ان شاء الله، نسال الله العظيم انه يطيح الليله، لان في ناس قالوا لنا قالوا الشبك يمكن يشوف الشبك ما يخش. غطوا الشبك بشيء معين، غطيناه بسعف النخل اليوم. انا بنحاول اني لعله وعسى انه يطيح اليوم، بهذل الحلال يعني البارح لو العمال مو فيه كان دخل الشبك واكل الحلال. كل ما عليكم ضيفوا الحساب، نبغى تعليقاتكم وارائكم لايكاتكم اضافه الحساب، ضيفوا الحساب نبغى نشوف النتيجه بكره ان شاء الله هل هو طاح او ما طاح. طبعا الديب يبغى له من 4 ايام الى 5 ايام حتى يهجم مره ثانيه. ضيفوا الحساب وتابعونا بكره الصباح ان شاء الله نلقاه طايح، مو بكره بعده 5 ايام كذا ان شاء الله بنطرحه بمشيئه الله، لانه اذانا ولا احنا غيرنا التيس جبنا الضليع عشان قلنا الضليع ابيض زي ما انتم سامعين احسن من التيس. وفالنا وفالكم التوفيق، ضيفوا الحساب وتابعونا، حياكم الله وانظروا شوفوا النتيجه بكره معنا، تحياتي لكم.